بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، معالي السيدة دورين بوغدن مارتن الأمين العام لاتحاد دول الاتصالات، أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء وأعضاء الوفود الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يأتي انعقاد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في دولة الإمارات العربية المتحدة على بعد أيام من احتفالاتنا باليوم الوطني 52 ليجدد تذكيرنا بالعلاقة التاريخية والوثيقة بين دولة الإمارات والاتحاد الدولي للاتصالات، والتي تعود إلى أشهر قليلة بعد تأسيس الدولة. لم يكن ذلك القرار إلا تعبيراً عن رؤية استشرافية من قيادة الدولة لأهمية قطاع الاتصالات في بناء الحاضر والمستقبل، وفي إرساء دعائم التنمية المستدامة للإنسانية جمعاء، وهي التوجهات نفسها التي نعمل وفقها اليوم مع رؤية وطنية أكثر طموحاً تحمل اسم نحن الإمارات 2031، وتهدف إلى تحقيق المجتمع الأكثر ازدهاراً وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وتعزيز دور الإمارات بوصفها الداعم الأبرز للتعاون الدولي وإنشاء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقا عالميا. لقد كانت دولة الإمارات على الدوام تضع أهمية استثنائية لقطاع الاتصالات والمعلومات، وتجلى هذا الاهتمام بالعلاقة الوثيقة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، حيث أن دولة الإمارات باستضافتها لهذا المؤتمر اليوم تصبح هي الدولة الوحيدة في العالم التي استضافت كافة الفعاليات والمؤتمرات المهمة للاتحاد. ونحن ماضون في هذه العلاقة انطلاقاً من قناعتنا بأن المستقبل هو للتنمية المستندة إلى التقنيات الرقمية. الحضور الكريم، بينما يزخر عالم اليوم بالكثير من التحديات، يأتي هذا المؤتمر ليضبط المسار ويوجه البوصلة نحو التنمية الإنسانية المستدامة عبر تحديث لوائح الراديو وإقامة التوافقات الدولية حول الترددات اللازمة للحقبة القادمة بما تحمله من آفاق رحبة في مجال المدن الذكية والاقتصاد الرقمي ومجتمع المعرفة والفضاء وغيرها. إننا على ثقة بأن مؤتمركم هذا سيحقق النتائج التي تلبي مطالب وتطلعات شعوبنا. أرجو لكم التوفيق والنجاح في نقاشاتكم ومفاوضاتكم، ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من قام على تنظيم وإدارة هذا المؤتمر، سواء من جانب الاتحاد الدولي للاتصالات أو من الجانب الإماراتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.